بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الحمام المحشي بالرز. هنبدأ الاول نشيل الرقبة بتاعة الحمام، هنسلك من عليها الجلد ونخلي بالنا انه ما يتقطعش معانا، وهنكسرها بالشكل ده. وخلاص كده هي جاهزة معانا للحشو. بعد كده هنجهز الحشو. عندنا كوباية الا ربع رز مغسول ومتصفي، هنضيف عليه بصلة كبيرة مبشورة، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة ملح، وفلفل اسود، ونص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. وهنقلب كله مع بعضه كويس. بعد كده هنقطع الكبد والقوانص بتاعة الحمام قطع صغيرة. وعندنا طاسة على نار متوسطة هنحط فيها معلقتين كبار سمنة او زيت، وهنحط الكبد والقوانص وهنشوحهم حوالي نص دقيقة، وهنضيف الرز وهنشوحه كويس. وخلاص الرز اتشوح معانا وخد لون خفيف، وهنطفي عليه النار وهنسيبه لحد ما يبرد شوية. وبعد ما الرز يتهوى معانا هنبدأ نحشي الحمام، وهنضغط كويس. وخلاص كده حشينا الحمام من جوه وفي الجلد بتاع الرقبة، ونخلي بالنا ان احنا ما نزودش الحشو زيادة عن اللزوم. وهنقفله كويس بالخلة، وهنربط طرف الرقبة بقطعة خيط صغيرة. وهنحط الحمام في حلة فيها مية بتغلي على نار متوسطة الهادية، وهنضيف بصلة متوسطة متقطعة بأي شكل، وفصين حبهان أو هيل، وورقتين لورا، ورشة ملح وفلفل. وهنغطي الحلة ونوارب الغطا لحد ما الحمام يستوي تماما معانا. وخلاص كده الحمام استوى معانا، وهنحطه في صينية دهنينها خفيف بالزيت. وعندنا معلقة صغيرة صلصة طماطم معلبة، هنضيف عليها معلقتين كبار زيت وهنقلب كويس. وهندهن الحمام كويس بخلطة الصلصة والزيت، وهندخلهم تحت الشواية على نار متوسطة. وخلاص كده الحمام خد لون معانا في الفرن. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وشكرا للمتابعة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.